انا دخلي من السياحه فقط، لان المعارض قلنا كانت واقفه اخر فتره، يمكن لولا مظبوط يعني اشكر الوزراء السابقين انهم بداوا يحركوا اخر سنتين ثلاثه المعارض تاني، بس كان برضو معارض بدخل بسيط. فاعمل ايه؟ بحاول اجيب فلوس باي شكل. اول الاربع حاجه معارض دول هيجيبوا لنا فلوس اللي انت قلت عليه، اكترهم طبعا بتاع مجموعه مقتنيات توت عنخ امون. احنا طبعا رفضنا القناع يطلع، رفضنا التوابيت بتاع توت عنخ امون تطلع، العجل الحربي، لكن مطلعين 166 قطعه متنوعه، معظمها صغير، من مقتنيات الملك توت عنخ امون. ودي هتكون في لوس انجلوس، وده يوم 22 مارس ان شاء الله باذن الله. باذن الله. وهلا بس هيتنقل 8 مدن، مش ده هيبدا لوس انجلوس لغايه يناير. أيوه. ثم هيلف كل مدينه، عظيمة المصر. هيلف العالم كله، وانا بقى نفسي كل مره وهتجيب منه فلوس. ده ان شاء الله هجيب ملايين الدولارات سنويا الحمد لله. وبالمناسبه كمان انا عدلت طريقه التعاقد، يعني بنحاول دلوقتي هناخد نسب من السوفينيرز اللي بتتباع في البازارات، نسب من الكتالوجات، يعني بنحاول ان احنا نتدخل في كل حاجه ناخد نسب منها غير الدعايه كمان. تمام. طيب انا بصراحه يعني واحنا بنقول ده عندنا شغل كتير جدا، يعني اصل المنطقه يعني اللي حضرتك بتتكلم عنها دي في منتهى الثراء والغنى، وممكن ما نقعدش نتكلم عليها، لكن انا عندي قلق على متحف التحرير. احنا عندنا المتحف الكبير اللي هيتفتح في 18، عندنا متحف الحضارات، هيكون مصير متحف التحرير ايه؟ متحف التحرير الحمد لله قدرنا من 28 اكتوبر لغايه الاسبوع اللي فات نعمل فيه 4 فعاليات عالميه. كل مره عملنا معرض للفن المعاصر، جبنا فنانين عظام مصريين وعملنا معرض جوه المتحف زي كل متاحف الدنيا ما بتعمل، وجبنا شخصيات عالميه وجات وناس جت بطياراتها. كانت رسالتي المتحف التحرير مش هيموت. بعديها بايام مع سفاره بلجيكا معرض صور 150 سنه علاقه مصر ببلجيكا. بعديها بايام مع المانيا معرض عن الجولدن ابليكي، رقائق ذهبيه توت عنخ امون تعرض لاول مره. بعديها بايام احتفلنا بعيد ميلاد المتحف ال 115 في حفل ضخم جدا، وبرضه رعاه هم اللي عملوه. 115 1902. كانت ايه رسالتي في كل ده؟ ليه عملت 4 فعاليات ضخمه في 30 يوم في متحف التحرير؟ كل مره بقول لن يموت متحف التحرير. احنا يعني المتحف الكبير مش هيأثر عليه، هسحب انا كل توت عنخ امون هيروح المتحف الكبير، المومياوات هتروح متحف الحضاره، باقي الكنوز موجوده. طب هنعمل ايه؟ الناس قلقانه. عشان اطمن الناس اعلنت في عيد ميلاد المتحف، عشان اطمنكم ان احنا نقدر نبهركم، كل يوم خميس الساعه 6 مساء 3 قطع حضراتكم تشوفوهم لاول مره جوه المتحف كل خميس. وبدات الخميس اللي فات ولا من الكشوف الجديده؟ واحده مخازن، واحده كشوف جديده، اكتشافات جديده او اثار مستردة، عشان اوري ان احنا قادرين نرجع كل يعني قطع كتير، وقطع كانت في المتحف بس في حته مستخبيه. فهتعرضها بشكل مختلف. انا لما شفت القطعه المستخبيه اللي حطوها في مدخل المتحف ورحت الخميس اللي فات، حاجه رائعه لدرجه معايا مدير المتحف الكبير قال انا عايز اخد ال3 قطع دول المتحف الكبير. اللي هم عايز اقول ان احنا نقدر نبهر لسه متحف الكبير. الخميس الساعه 6 مساء عشان بنفتح ليلا الحمد لله. ده قرار خدته. هل بتقولي عملت عشان ازود الفلوس؟ عشان ازود الفلوس عملت الحمد لله لاول مره اول لوح لائحه رعايه في الاثار. يعني رعايه في الاثار؟ حضرتك قناه، شركه، مصنع عايز تعمل دعايه لحضرتك، هتيجي تقول لي انا راعي لمتحف المصري بالتحرير. هحط لك اللوجو بتاعك على ظهر التذكره. هحط لك سكرين في حته في المتحف تعرض فيها بره في الجنينه عن المنتج بتاعك. لك انك تعمل حفلات تمام في حديقه المتحف ليلا. لك ان افتح لك خاص، بدل ما تدفع فلوس هفتح لك خاص ببلاش. ليك لموظفينك 200 تصريح في السنه للدخول. لو عندك كبار زوار ممكن نفتح، وهكذا. كلها مزايا. لا تلمس الاثر، لا تدور الاثر، وبتجيب لي فلوس. نفعت؟ نفعت. جت شركه على طول، جت شركه اضاءه كبيره قالت لي انا عايزه اعمل حاجه، وانت مش عايز فلوس، غير لي اضاءه. راحت مغيره اضاءه المتحف. حد تاني عايز حمامات، راح مغير الحمامات. وفي المقابل هو بيعمل بيحط عنده دي، بيخصمها من ضرايبه، بيحطها كخدمه مجتمعيه، بيعمل دعايه لنفسه، وانا عملت كذا وانا الكسبان. حفله المتحف المصري ال 115 كانت حفله مستوى راقي جدا، ومع ناس كبار، جه اكتر من 10 وزراء، جه اكتر من 30 35 سفير، شخصيات عامه. انا ما دفعتش جنيه.
ده بالعكس دول اشتروا مني نماذج عشان يدوها هدايا. عملنا كان عندي مقبرتين ادي حاجه نموذج تاني، مقبره سيتي الاول ومقبره نفرتاري. ما كانوش بيتفتحوا الا موافقه الوزير. فلقيت نفسي كل اسبوعين بوافق مره كده، اوافق قانونا على الفتح ب 20,000 جنيه. فقلت لهم احنا ليه دول مقفولين؟ قالوا لي عشان كنا خايفين عليهم. قلت لهم بس دلوقتي مفيش سياحه، انت كنت خايف زمان عشان خايف ان يخشهم ايه 2000 واحد. طيب كم واحد بال 20,000 جنيه؟ قالوا لي 20 واحد. قلت لهم طب لو واحد ومراته قالوا يدفع 20,000 جنيه. طب مش هيخش. خلوها الواحد كان الواحد خلوها الواحد ب 1000 جنيه. قلت اجرب. كنت بفتح مرتين في الشهر ب 40,000 جنيه في الشهر. بقينا نفتح النهارده بمليون جنيه في الشهر. ياه يعني طلعت من 40,000 لمليون جنيه. ما خلاص ما هو التذكره ب 1000، حضرتك لو لوحدك هتخش لوحدك ب 1000 جنيه. مع جه التعويم بالصدفه فطبعا 1000 جنيه اصبحت 50 60 دولار فمش فارقه معايا. بدات افتح متحف التحرير ليلا. مرتين في الاسبوع. خميس وحد. هتقولي طب بتكسب منه؟ بضعه الاف من الجنيهات. طب بتفتحه بالليل ليه؟ عشان السفرة وعشان الناس تقول التحرير امن ليلا فتسمع بشكل ايجابي فالناس تجي لنا. هاي. تاني. طيب.